Evet, sen Allah kazısı kazdı. Ben bunu yapmaya çalışmıyorum. Sen hem böyle yaşaydı. Belki kadar kurtulmayı ben böyle değiliz. Hemen çiftliğin müddeti yaşamış. Şahsiyeti tabi yerine bakın. Aşın iyi bir kız sevmeye ben de şahsiyet değilim. Bir de. Ben bu arada şoförüm. Zolu. ديت اول ما ديت اول مره اشوفها دي انا ما اعرفش صراحه هو وانا جاك صاحبي انجلش طب ازاي هو صاحب جوتو مع انه اصلا فرنش فرنساوي سيان ديت ما غريبه اول مره اشوفها اول مره في ناس ده في حتة دي الناس شكلها تنزل هنا فانا خايف لا تعرف ان انا موجود في واحد ايه اول مرة اشوف الحاجات دي يا جدعان دوت اصلا مبعرفش ارشم بيه فضحت نفسي دوت فضحت نفسي يا ابني ما بتفهمش سدس تقدس يا تحيي ولا كان اسمك ايه؟ بس ديت شبه يا جدعان مدينة اطلانتس اطلانتس ديت كانت في البحر بس هي اتنقلت هنا ازاي بتاعت ازاي حسيت الفعل ده بيمشي ولا انا مش واخد بالي الزون يعني خبطتني شوية يعني لازم اصلح على دي 12 ساعة طب ليه طيب استنى 12 ساعة ليه بس يا رب محدش يرخم على الدرع بتاعتي بس ارخم عليها ايه هتعب كتير بس انا انسى ده المكان هادي ومفهوش حاجة بس كانوا فيه اتنين بتات واصلا انا متوتر من نفسي وخجول مش عارف ايه
والبتاع المصفر اللي هو البتاع الريت، يا رب يا جدعان تكتبولي في التعليقات الغاز المريبة ديت. انا شبه دول، شبه كأني في اسمه ايه ده، هرم استكشاف، ولا كان اسمه ايه ده، نسيت والله. شفتوا يا جدعان حظي؟ طب حظي بيكون كويس. شفتوا بحس اللي جوه دول سمك، احنا شبهه كده بشوية، مش عارف ايه. مدية مية حلوة دي، كلها شبه مدية أرضية. بس أصل السلاح دوت بيستخدموه بصعوبة، ومش عارف الواحد معرفش. لازم أتحرك بسرعة. طب ألوت الزرعة بتاعتي ولا طب خليني ألوتها، ألوت كام واحدة كده. انا باخد الشلات الصغيرة دي واخد ده، انا مش فاهم هنا عشان انا مش مطمن لهنا، والحاجات دي اصلا انا بكون جاهز بيها، يعني اللي انا اقصده لا بكون جاهز بيها وكل حاجة، بس مش الدرجات دي. انا اصلا بعوز انزل في مكان معين، انا انزل في مكان معين اللي هو مكان كويس، يعني هو اصلا يا جدعان لو انتوا فضلتوا تقولوا عليا نوب تحسوا ان انا ده كان عن حظ حلو. يا سلام كمان ايد، ايه الدلع ده؟ ده عن صدفة كمان. طب ابدله بايه؟ بس انا بس اللي انا اخلع من هنا. هو شبه الهرم كده، مش بس تعتقد اللي هو هرم، بس مش شبه الهرم خالص، هو شبه كأنه متحف او لو ميوزيم كده ولا حاجة. كلتين وخمسة وتلاتين واحد عايش، لا 34 عشان يعني سوري، والحمد لله انا بعرف اعيش سوري. خدت في الزونة يا جدعان، خلينا نقعد هنا. استنى طيب، وحم وكلام من ده. بس اصلا اللي انا عامل كده مش ولا ايه المزاج؟ لا انا مش احسن عشان بص اصلا كده كده في نار شمال، انا اول ما بقول لك نار شمال يوم طيرني عادي مفيش مشكلة، بس المشكلة اللي هو يوديني نص الحتة. بس ايه ده؟ حاضر. ولا هناك
الشكل مش بيمشي احنا الزوم، بس الورقة كده اهو. شوف 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 شوف. طب اطلق ولا استنى لحظتي ولا اعمل ايه والنبي؟ انا حاسس الولد مكبر لي هناك عند الزوم. لازم انا مش مطمنه. ايه ده؟ فعلا ليه؟ شوفني عشان لو شافني طب يقفلوا، لو قابلني واحد بجد وقمت انا بقى ايه راح بسبب البوت دوت وقام فضحني هو. طبعا عشان اقول لكم الولد انا فضلت ابص عليه ابص عليه، فانا اخد البتاع دي اكبر مرة عشان انا فاهمين. بابا هندي لكم انا جعان مش احسن. ده الطفل اللي انت بتقول عليه، شفت بقى انه بعمل ايه؟ هناخد دي اصلا، بدل في ناس موجودين في الجيم ده يبقى في بوتات وناس، يعني احلى حاجه اللي مفيش سكواد.
ابن اللذين، ابن اللذين جابني، ابن اللذين جابني. بعمل ايه يا جدعان ولا بعمل ايه؟ الولا اصلا كان بيمسك عليا، وانا كنت عاوز اقلقه، بس انا كنت دمجته دمج 50. استنى كده، استنى بقى، شوف شوف يا غشاش، يا ابن الايه يا غشاش، وين الولد كمان؟ الولد دوت شبه كانه اسمه ايه ده؟ شيك الله تعالى. الولد الجيم بلاي بتاعه اصلا غشاش. انا اجيب معاه هايدر يا جدعان، ونشوف بقى اللي هيحصل معانا. مع انكم اصلا شفتوني وانا كنت بجيب 3 4، واصلا الولد دوت كان لازم يكون الخامس بس خساره، عشان الولد كان معاه الشوتجن اللي بيتكتك دوت. فلما انا بنقي بس الناس الاربع، بس بيت حلوة تصدقني، من 1 ل4. استنى كده ما اشوفه. لا يا جدعان ديت اصلا شبه السكواد، السكواد سكواد، عشان اقول لكم، مع ان اصلا كريتون من ايبك جيمز. الله يخرب عليك يا فصلان، انت اللي اخترعتيها ولا اللاعب هو اللي اخترعها؟ اللعبة وبرضو كمان فيها يا جدعان. الله انا حاسس ان كل المبات اللي احنا بنخشها شبهها. 4 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
نسيت انا كنت لعبتها مع واحد افتكر ده كان عبد العزيز هو عبد العزيز. اوكي طب ما اصلا كنت لعبت معاه واحدة بس مختلفة شوية. لا ديت وديت برضه مختلفة. طب دي نشوف ديو تمن تيمات فري فور ال بدوس. طب خلينا نلعبها ديت يا جدعان. انا مش بس هي اصلا فيها اسمه ايه ده نسيت بوكس. جيم ويل اوتو ستارتس ان. هو معايا مين في الفريق؟ 8 لازم يكون 16. ايه ده يكون معاه شوت جنات بس؟ بس.
عشان صوت مزعج. يا سلام انا مجمع ازاز. سيلفر روجي سبعين. مش كويس أوي يعني. راستي كل ما انا اجمع بيجي لي اكس بي. جمعت كام؟ 119. بصوا يا عم خلونا هدي ماشي. ما فيش حد حتى اصلا صديق مش ايه ده. لا 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 عايز تطلع مش عارف ده موتي. شوف تدلع نفسك. زبيت منزل لاوي لاوي هو اصلا من الولد. لا يا اخي ما كنت عملتها.
قتلني. هو فين زميلي؟ خرج عن شعوره ولا خرج من الجيم؟ الله يخرب بيتك، خرجت من الجيم وسبتني. هو غدر بيعمل ايه كل ده؟ طب نفخ يا جماعة، حياتها كانت عاملة تيمات. هو ده مش عايز يجي في البارت بتاعتي اللي هي مش عارف ليه. وصل تيدي محمد كان بيلعبني فيها، بس المشكلة اللي هو خرج وجالنا تيدي بوم وانا حبسته في الحفرة. لا لا يلا الله سيدنا بن محمد رسول الله. كسب الله كسبني الحمد لله. بوش هان مربوش هانت ولا مربوش هانت؟ غرفة يا ابني. العام بفقد الاحتراف دي صعوبة. معرفش يجيبني ده مرعب. برضه الورقة مفهوش فايدة، هو اصلا ما بيعرفش يلعب. هيجيبنا ازاي؟ ما بيعرفش يلعب. ايه ده؟ ما فيش غيره، فيش غيره يا جدعان. طب انا سيبه يقتلني كده عشان اعرف هو فين غيره ولا لا. لا ده فين؟ من ورا تعال في الصوت فوق. ستيف جابني
اجيب ده ماشي، وانا بقى هشيل ده وده وده، ناخد ده وده ونشتغل، وفي نفس الوقت ناخد ده انا محتاجه. باظت خالص، سلام 160 جول. حطهم يا معلم التقيل، خلاص بص فريق كويس جامد ومصحصح ما عدا هنا، بس انا جبت على 5 كيلات اهو. اوه هنا يا جدعان، ده كنت في داهية. خليني خبطت الحمد لله اللي هو بس بقى جنب ليه تشوت في دماغي، لما تجيني تشوت في دماغي على طول. يا لهوي دلوقتي لوجان 36، يعني هو ما بيتفهمش. يس اخيرا كسبت 2 بس.
اخيرا ايربلان. تصدقوا ان ايربلان ديت حلوه، بتديك 40 كوينة على طول. طب افتكرتها 5 بس الحمد لله طلعت 40. الحمد لله الكريتور ما كانش ينزل. ازيكم ام قايلين لك لا يا عم ده اخر مره. مرة استنى انا خارج لك اهو. طبعا يا مرة طبعا يا جعان. مرة دوت قربت مرة. طب انا شاهدة زي ما انتوا شايفين يعني. مرة دوت قربت وعنده شخصية البانكيك، فمش عارف بقى، فانتوا هتعتقدوا بنفسكم اللي هو عنده في بوكس وكده. يا لهوي صحابك مشوا وسابوك، انت بتجري ليه؟ انت وقفت ليه طيب؟ لو قدامك ناس محترفين تقوم رامي البتاع الزرقاء اللي معاك دي. عارف كلام بشاهد عشان تكون واخد بالك. خلي بالك لحد يجيبك. طبعا يا جدعان هو بيلعب لعب قريب من البلاي ستيشن شوية. هنشوفه هيعمل ايه. مورا على فكرة محترف بس مش قوي يعني، عشان ايه تكون المعلومة عني والحالة. لا ما تنزلش. يا طب افرق اللي هو كمين، افرق اللي هو كمين. شوف هينزل هينزل هتفنش والله. امور هتموت والله، لازم تموت. بعد ما تخلص الجيم يا حبيبي انا وانت هنخش جيم. بس مش زيرو مش زيرو جيم. ليفل كام؟ 4. ما جبتش ولا كلير. لا صدق شكلك جبت. بصوا يا جدعان هو اللي بيلعب والله. شوف اهو ده اهي. بس الحاجات اللي هو بيجي يفتحها او يمسكها، او الحاجات مثلا لما يجي يبدل بتكون باينة عندي على الكيبورد.
انت كده لفيت حوالين نفسك. شفت انت يا شوشو؟ اوعى اوعى يا زكي يا زكي يا زكي. يا لهوي افرد بقى لو حد سمع صوتك. راح كهف الحفلات ده ولا ايه؟ بتبدل بالصغير ايه الكبير؟ طب ايه اللي انت اتجمشت دمشت والدم بتاعك لسه موجود؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه يا شوشو؟ يا زكي شفت هتعمل انت بقى يا شوشو؟ والله ده فين لحد شافك؟ لا هو يا جدعان مش واخد باله. حظك حلو يا لهوي، حظك حلو. يلا ما تفتحها، يمكن يطلع حظك حلو. ايه ده؟ تعال تعال. ايه ده؟ هو راح خرج من البورتو ولا عمل ايه؟ النت عنده باظ ولا النت هو اللي عنده باظ؟ النت هو اللي عنده باظ، هو اللي عنده باظ. خش احسن الماب بتاعتي الكريتيف واظبط فيها شوية ما بتاعه كده، عشان انا بجد خلاص مفيش. فين الكريتيف صحيح؟ عشان يا جدعان انا
عاوزة أخلي الماب بتاعتي جديدة وكلام من ده وبتاع. لا يمكن انت هو الفاص عندي اسمه ده عندي مرة. Welcome to Creative New Island is through هي بتحاول تدي الماب بتاعتي لون مرة فديت اصلا الماب ديت ما تعملوش منها يعني عشان بس انا وانا اسمه ايه ده انا واحمد اللي هو دراكولا كنت بعمل شوية حاجات كده وبتاع. سميتها كده لا انا عايز بس اغيرها في الشكل. وبيقول لي بي هذا الراس. طب خليني بقى اظبط بص يا جدعان هل لي بقى شوية بونة كده وبتاع ماشي get cube اوكي طيب ده رقم واحد واو فخ بس المشكلة في الحتة دي حلوة كده بس محتاجة حاجات برضه ممكن اضيف تيمات برضو يساعدوني الكلام من ده. فطبعا ده مرة كنت دخلت ولقيت 16 32 لاعب دخل في الماب دي وبهدلوها وخلاها حتة الدين بتاعي استغفر الله العظيم يا رب. في التليفون 2 هبنيها هنا ولا هنا؟ بص يا جدعان هبنيها في حتة تانية يعني هناك دي بس واجيب تاني ماشي خلنا اجيب دي برضو 3 اوه لا لا هنعمل عند اللافا احسن ولا
منظره يا نهار ابيض، ده عامر وكبير. ايه لهوي، ايه ده، ايه التمثال ده؟ التمثال ده كله ده كان اكيد تمثال. في الاخر لما الروبوت كان بيحاول يقضي على الوحش دوت، قام اديله الله يرحمه. هو انا استفاد ايه بالبنى ده كله؟ استفاد ايه بيه والنبي؟ انا هشيله. ايوه انا مش انا اصلا استفاد ايه من حاجه. انا عملته ده ان يس واو، ده البيت شبح، بيت شبح يا جماعه. شوف 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 سي فلايت بيت، بيت سرير. شفتوا؟ يس اتفعلت. في لما وتشيست طبعا عشان بس الورز، ولا كان اسمه ايه ده، بس يا جدعان الماب بتاعت شكلها تكون فخمة ونركب فيها ناس هتخش. راينت روبوت انا اجيب دي. وايه تاني؟ او وكان في السيزون دوت اللي البنت اللي كانت لما البنت كانت بتحاول تحط بتاع اللي مفيش حد يعوم في المواد اللزجة، ولا كان اسمها ايه دي، ايس هاوس شير ماشي. وبعد كده واحد تاني كان بيعمل زيها، واحد تاني كان بيعمل زيها وكان بيقولها. وفي الاخر ام البيت بقى بتهز وكلام من ده، والبنت بقى ايه، قامت حصلها بتاع مش طبيعي. انا هحطها في الهوا يا جدعان عشان واو يا جدعان تفهم يا فخمة. خلينا نروح من بعيد. الله الله فخمة، ده فخمة دي يا جدعان، بس مش قوي. طب وبعدين في المكان ده هنشوف كده المسافة. يا نهار ابيض ده حلو جدا. ايه ده؟ بس اللي هنشوفه دي سنة الوحش، كانت سنتين كانوا بيتخلعوا بس سبحان الله. بس طب بص يا جدعان، انا هحاول ان انا اظبطها شويه. البيت الطاير ده ترميت تصدق البيت فخم، بس المشكله اللي حصل فيه هدم وبتاع وسرقار. انا اسمه كل حاجه بقت قديمه. اذا كان البنت هتستقر. شوف 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 ايه ده، ماشي الحمد لله. 8 اوكي مش حاجه ماشي. انا ما اتبسطت ليه، مش حاجة. كوستومز
مش عارفة اخد لما اتكى ايه. يس واو ده بيت عفريت، بيت عفريت زكاني بقيت ميت وبتاع. ايه ده؟ بقيت عفريت الانتقام. بس يا سلام بقى لو يكون في واحد لابس نفس اللبس، هيبقى في واحد عفريت وفي واحد حقيقي. بس اصلا في الانستجرام اهو خالص. بس يا جدعان العظم بتاعه كبير. اوكي انا كنت فين؟ اه صح، لازم اكمل بقية الماب بتاعتي، ولا كان اسمها ايه كرييتيف. ايوه فين تاني؟ فين فين؟ اه نسيت احط البيت ده اللي بتاع تشاينا، ولا كان اسمه ايه ده؟ يا لهوي ده ياخد مسافة كبيرة بتاع ده. اعمله كده يظهر، يظهر ازرق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حلاوة. بس جوا هنا التفليشة. شوفوا يا جدعان، شوف بتاعت الصين. اه بس اول لما انا اروح هنا تقوم كل حاجة مختفية. شوف كمان البامبو ازاي؟ بس الدخان ده زي كمان نادي حد او زي كده يعني. شلت المبنى كله، شريته حمام سوخ. حمام سوخ. بس المشكلة نعرض. لا بس انا بقى مش عارف تلت دي بس كده. يا النخلة كمان ده حتى زرعت النخلة. لا ده مش في الجدار. بص يا جدعان استنى بقى، ايه ده من الشجرة دخلت جوه كأن في جبل كان اسود. بس يا جدعان حاسس ان هو فحم مش عارف ايه. انا جرب كده اشوف من فوق. يا لهوي يا لهوي يا عمو. بس الحاجات لما انا اجي ابعد تختفي الحاجات. شوف 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 بتطير وفي ارض وبتاع. بس كنت عاوز اخليها يا عم ارمي الخشب ده. ايه ده الخشب لسه مكمل؟ ستوب. وي ايه ده؟ والله قاعد على النار كده عادي. حاجة غريبة، حاجة غريبة يا جدعان. اصلا زي كأنها مية سخنة. ايه ده ايه ده؟ اه ده عشان القسط. شوف ابو عين واحدة
يا سلام بقى لو مات جواه، لو مات جوا عينه. اه دوت هو دماغه بقى، دوت هو دماغه، دماغه كان هنا قام مديله بالسيف. دماغ الله يرحمه. بس يا جدعان اول لما تكلمه واحدة في دماغه، دماغه مات بسبب السيف. السيف اصلا لا يقهر. بنزل ده طب بص انا هنزل ده. انا عملت ايه؟ هاي بقى هاي. ايوه بقى واجيب ايه تاني؟ باور قلت ما انا هجيبها. بس بصوا 16000 تبقى اتنين. طب محتاجة مسافة كبيرة دي، حتة كبيرة. بص يا جدعان انا هحط ابو 9000 الاول. بس ايه ده؟ ده مش كويس. ايه ده يا لهوي، انا دخلت جوه البتاع يا جدعان. خزنة، خزنة يا جدعان. اول لما واحد يشوف الماب دي البتاع ديت هيستغرب، يعني هيستغرب والله العظيم. ده لو محمد جدي شافها هيستغرب، هيستغرب اول لما يشوفها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اثنين